يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضرب البلاد موجة حارة على كافة أنحاء الجمهورية غدا لتصل في القاهرة إلى 42 درجة، فيما تقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارا على معظم الطرق، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وللمزيد معنا على الهاتف الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك أستاذ وحيد، ما آخر تطورات الطقس وبماذا تنصح المواطنين في هذه الأحوال؟ لا وطبعا تحت تأثير موجة شديدة الحرارة هتبدأ إن شاء الله، يعني بدأ النهاردة الجو فعلا حر شوية، لكن بكرة في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، هيبقى الجو شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وهذا الطقس بيستمر معنا لغاية يوم الثلاثاء اللي جاي. يوم الأربعاء بتخف حدة هذه الموجة لتنكسر تماما بانخفاض ملحوظ يوم الخميس، طبعا ده خلال ساعات النهار. أما ليلا الجو مائل للحرارة في بداية الليل، يكون معتدل خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح. شكرا لك دكتور وحيد سعودي على هذا الإيضاح.